تخفيفا لمعاناتهم وسعيا لراحتهم. جمعية البر بالمدينة المنورة تدعوك للمساهمة من خلال متجرها الإلكتروني. اختر إحدى هذه الحالات ونفذ الخطوات التالية. بعد اختيارك للحالة اكتب المبلغ الذي ترغب التبرع به، ثم اذهب إلى سلة المشتريات لإكمال عملية الشراء. اختر وسيلة الدفع المناسبة ثم ادخل رقم جوالك، سيصلك رمز التحقق. اختر طريقة الدفع ثم اضغط تأكيد. وبهذا تكون ساهمت معنا في مشروع كفالة الأسرة. حقيقة طريقة سهلة ويسيرة على من سهلها الله عز وجل عليه وجعل في ماله بركة. يعني تبرع في هذه الجمعية، جمعية البر بالمدينة المنورة، ما يأخذ منك إلا ثواني معدودة، سيكتب الله عز وجل لك في أجورك وفي حسناتك، وستأخذ كتابك بيمينك بإذن الله تعالى، وستحاسب حسابا يسيرا ربما بهذه الصدقة، وستكون في ظل صدقتك يوم القيامة. فلا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم. وش تقول أبو مشعان على هذا المقطع؟ والله مقطع جميل، والطريقة السلسة جدا وسهلة، وأنا أنصح أخواني وأخواتي أن يبادروا بالتبرع حتى لو بمبلغ بس يسير جدا، لو بهللات، لو بريالات. إذا كنت تستطيع على كفالة السنة 8000 جميل، كفالة شهر 666 بيض الله وجهك، ما تستطيع أجمع عند أهلك اللي تستطيعون وأودعها في حساب الجمعية، والله العظيم ستجد بركتها على نفسك وعلى مالك وعلى أو انشر المقطع وعلى أو انشر المقطع إذا ما تستطيع للتبرع. الباركود يعني ظاهر للمشاهدين الكرام، ادخل واقرا على الحالات. بعض الأسر مثلا قد تكون امرأة مصابة بالسرطان، ولا تنسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمشي في مع أخي في حاجة الله يعني خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. اللهم صل. هذا يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن سعى في حاجة أخيه ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. اللهم صل. ادخل هالمتجر المبارك وخذ لك من الحالات اللي تريدها أنت. بعض الناس يقول لك أنا والله أبغى أسعى بس في علاج مثلا مريض، أو في كفالة أسرة في الشيء فلاني كذا، أو في سلات غذائية أو إلى آخره. فادخل واختر ما أردته أنت بنفسك، وصدقني ستصل بإذن الله جل وعلا. بدعمكم يستمر العطاء لهؤلاء، لأنهم إخواننا، آباؤنا، أمهاتنا، يحتاجون وقفتنا. من جاد الله عليه بالمال فليجود على عباد الله جل وعلا. لذلك نعم المال الصالح في يد العبد الصالح.